كلنا عارفين ان كونجكتيف عندنا ملكيه وبرونكاي في الماست سيلز. الماست سيلز دي فيها جرانيولز، الجرانيولز دي هي اللي بيحصل لها دي جرانيوليشن تطلع لي هيستامين. والهيستامين زي ما كلنا عارفين له تاثير بالنسبه لنا جامد. طبعا هنا بنجد ان هو من الحاجات المهمه اللي بتعمل لي الرجي تايوان هايبر سنسيتيفيتي فين كده. لكن في نفس الوقت الهيستامين ده مهم جدا في الاسيد سكريشن بتاع الاستومك كتير جدا زي ما هنشوفوا ان انا بدي انتي هيستامينك عشان اقلل الاسيد سكريشن عشان ما اعملش حموضه. لكن مصيبه الانتي زي ما هنشوف دلوقتي الانتي هيستامينك في الاستومك زي السيميتيدين والرانيتيدين الموجودين في السوق عيبه انه بيعمل جرميت راسيا يكبر بريس بتاعت الميلز وريديوس سكسوال فانكشن. طب صوته تقيل. لو خدنا هنا بقى الفانكشن التايبس اوف ريسبتور في عندي اتش 1 واتش 2 واتش 1 موجود اساسا في المسلز بتاعت البروكاي والتركيه. اما الاتش 2 موجود في حاجات ما تهمناش زي الاستومك والهارت واليوترس. هو ده الانتاجونيست اللي قلت لكم اللي هو السيميتيدين هو ده اللي له تاثير في الاخر يعمل لي ايه؟ جاينيكوماسيا ويعمل كام. ايه بيعمل ايه بقى الاتش 1 اكتيفيشن ده؟ بيشتغل ازاي الاستامين ده؟ انه بيزود الانتاسير الكالسيوم. الاتش 2 بيزود الادينايل سايكليز انزيم اللي انا قلت ايه مهم جدا بالنسبه لنا في السيلياري بودي. هو ده اللي انا بعمل له انهيبيشن عشان ما يعملش كونستيتيوشن بالدايموس. وفي نفس الوقت الادينايل سايكليز انزيم هو ده اللي بيطلع السكندري ميسنجر اللي احنا قلناه في الاولاني. عشان يحصل استيميوليشن لماست سيل ان هي يحصل لها دي جرانيوليشن بيطلع اميونوجلوبولين اي يتحد مع الالرجين اللي دخل في العين اللي سبب حساسيه. الاميونوجلوبولين هو ده اللي بيفرق على الماست سيل عشان يطلع الايه؟ هيستامين جرانيول من جوه. فاذا عشان امنع عمل هيستامين ريليس من الماست سيل لازم اديه بسرعه بدري قبل ما يحصل الفول بلون بيكتشر اوف الرجي بتاعت العين. كلنا عارفين الهيستامين بيزود الباستا بيرميتي بيروق على طول اول ما بيتقرص قرصه زي الناموسه مثلا تيجي تطلع هيستامين برضه. بنعمل ارتيريو دايلتيشن وبيبيديو دايلتيشن والبيرميتي بتزيد وتلاقي دي ما حصل في المكان. بالاضافه ان في الكايبر ده ما تهمناش انه بيزود الاستكريشن لكن لوكالي الهيستامين ريليز بيزود النص عندنا بتطلع بشكل سريتس في حالات الايه؟ الاسبرين كتابل مش كده ولا ايه؟ في نفس الوقت الانتي هيستامينكس اللي احنا نعرفها او الهيستامين بيعمل سنتر نيرفس سيستم ديبريشن. عشان كده تلاقوا الانتي هيستامينكس في منها نوعين. في نوع بيعدي البلاد برين بارير ده بيأثر على برين فانكشن وفي زي الالرجيكس مثلا. وفي نوع ما بيعديش البارير فيبقى دانس ديتيف زي كلاريتين. خلي بالكوا فرق الاثنين ده كله بيعتمد على هل بيعدي البارير او ما بيعديش. ال H2 ده زي ما قلنا موجود في اليوترس والهارت وفي الاستومك وده وظيفته زي ما قلنا بيزود الاسيد سكريشن. لما نرجع عشان كده لما بندي انتي اسيد قلنا ايه اللي بيحصل في الموجود فيه. بعد كده ال H3 ده عند بريس رابت في النيرف سيستم اللي هي برضه الهيستامين ريليس. احنا قلنا الهيستامينكس H1 H2 خدت بالنا ازاي؟ قلنا في وسط الكلام او كومبايدنس اندرجين ريسبتورز ليدنج تو جاينيكوماسيا اند ريديوس سكسوال فانكشن هو السيميتيدين. وفي نفس الوقت بيزود الاكشن بتاع الماينوفيلين وانتي كوبلان انتي كوايلانس والفنتوين
ده طبعا يهمل بتوع الطلبات والتنمية معنا لكن هنا بقى الداي سود كلهم بلاكيت كلنا عارفينها اللي هي الارومايت ده عباره عن مصر سيدي استبدل في نفس الوقت ما كانش برضو الاسلاميه يطلع بسوق لكن وانس المصر سيدي دي جرادريتد ما بقاش لها اي حاجه لان زي ما قلنا لازم نحارب قبل ما يحصل اتحاد ما بين الميوروجلوبين الاي والالرجين مع السيل ممبرين قبل ما تتبرع السيل ممبرين يبقى كل انا من المص السبلايرز بنستعملها في حالات الايه الالرجين اخر حاجه بقى كورتيزون كورتيزون كلنا عارفين بيأثر على الفانكشن وفلوكوسيت الكامل بالذات الصوت والمخ والمقرفاتس في نفس الوقت الكورتيزون بيأثر على البرميابيليتي كلنا عارفين الكورتيزون بيقلل البرميابيليتي الهستامين بيزود الايه؟ البرميابيليتي وقلنا ان في اول الكلام انا قلت ان الاراكيدونيك اسيد ده المصدر اللي بيكون لي عن طريق السايكل اوكسجينيز سيستم يعمل لي بروستاجلاندين وسولفوكسين او عن طريق السايكل اوكسجينيز سيستم يطلع لي الليبوتريز. قلنا الانتي بروستاجلاندين بيشتغلوا بس على بروستاجلاندين وسولفوكسين لكن ما بيأثرش على الليبوتريز. والليبوترين زي ما قلنا عليها اللي بيأثر عليها مين؟ الكورتيزون. وخلي بالنا الليبوترين زي بتعمل كيموتاكسيس. هي اللي بتجيب الانفيتو سيل لافت ناحيه الانفيتو الاكشن. طبعا الكورتيزون بينهبت الهستامين ريليس. كلنا عارفين سعرات الكورتيزون هنلخص شويه منها يعني في الانتيريو بيايتس والتوك انفلاميشن والتوك انفلاميشن جرافت ريجكشن الرجيك كونجنتفايتس كلنا عارفين الكلام ده. والكورتيزون سايد افكتس كتيره جدا لازم عارفينها وبيرفع الانتروكولار بريشر يعمل لي كاتاركت يعمل لي كوستوكوروزس يعمل لي ريأكتيفيت فايرال كاراتايتس عندنا بنستعملهاش برضه ويرفع الانتروكولار بريشر وده بيختلف على حسب تركيز الكورتيزون ونوع الكورتيزون صوت هل هو فوسفيت ولا اسيتين زي ما قلنا الميكانيزم بتاع رايز الانتروكولار بريشر عن طريق الكورتيزون انه بينافس الجلايكوزامين جلايكان والميه في الترابيكلا منشور فبيسد الاسبيس فرونتال فبيرفع الانتروكولار بريشر كذلك برضه الرايز الانتروكولار بريشر زي ما قلت في الاول بيختلف في عندي بور ريسبوندر في مودريت ريسبوندر في كورتيزون سترونج ريسبوندر دي بتبقى فاميليا فمش كل واحد الضغط بتاعه عيال لا قلنا 30% من النوم هيدير بالشفا بالذات في القرايب اللي هم لو زايجس تلاقي الضغط فيهم بالذات لو كان في هيستوري فاميلي جلوكوما تلاقي الضغط فيهم بيقل على طول. عشان كده بنجد ايه الدراج الزديدة لما بنديها لازم نعمل متابعه مين؟ الانتراكتور بريشر يعني مش كل واحد يروح عند واحد عنده الرجي في العين يرفعه كورتيزون يروح عند الثاني كورتيزون تلاقي في الاخر جاي لك جلوكوما تسخبنج قد كده وتديه كوما على فكره وتلاقي نفسك مش قادر تعمل حاجه خلاص الموضوع انتهى. كلام من انا قلت قبل كده ان هو الانتي انفلاماتوري ستيرويد بيعتمد على البنتيشن او الدكوني وقلنا بعض الاملاح زي الفوسفيس تظبط النيتريت للنيتروفيل وقلنا الاسيتيت كان بنتريت انها الفيت بتاعها هيبقى اخطر بكتير. الاميون سبريس الدرجز اللي تعرفوها الاميون سبريس الدرجز دول بيشبعوا على تي سيل او تي لينفوسايت سيل دي اللي هي مسؤوله بالذات على الجرافت ريجكشن سواء عندنا احنا كورنيا او مثلا رينال ريجكشن كده لازم ندي نستعمل دول هم كلنا عارفينهم هم كورتيزون وسايكلوسبورين والبيورين انتاجونيست. البيورين انتاجونيست ده موجود في السوق باسم ايه؟ ازا سايوبرين. الازا سايوبرين ده بيمنع تكوين الفوليك اسيد والدي ان ايه ورا الدي ان ايه.
السيتوس الدراج زي ميسو التلسيل برضو دونه مستقل في السوائد دونه بنستعمله كتير جدا ناس بتستعمله مثال في المطوي بيقولك وتاكلوا ليه مزاع عبارة عن مستعمل تاكلوا ليه مزاع بنستعمل في الجماعة اللي بيعملوا لينا خلاص فرمنتيشن بيقعدوا عليه مدة طويلة وسلسل ده اللي هو مايكرو فينوليت ده الجديد اللي احنا بنستعمله فين؟ في حالات الفنجس انفكشن فدي دراكس اللي انا التزوم العملاء وسايكلوسبورين بينهبت ليكوترين 2 وبعدين التاكروليوم سليم هو ليكوترين 2 الاسوسيبرين بينهبت بيورين بيزيس اللي هو دي ان ايه وغامين ده معناها الميستوكسيت والناكتوريك اس انتاجونيستك وسيلسيت برضه بيبلوك البيورين والدي ان ايه بروتين الليمفوسايتس وصمت شكرا انت عم تقول لك